بيكم معكم ساره سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن الوكاله يوم الجمعه. قبل ما اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها لازم طبعا اوريكم الفلوج علشان تشوفوا الدنيا تبقى عامله ازاي يوم الجمعه. فيلا بينا نشوف الفيديو مع بعض وهرجع لكم تاني. عايزه بس اعرفكم نقطه صغيره قوي. مش معنى ان انا بصور في الشارع يبقى التصوير سهل، لا التصوير مش سهل خالص. انا بيحصل لي مشاكل كتير قوي وانا في الوكاله، ويعني ساعات بيحصل خناقات وساعات بقعد استاذن الناس وفي ناس ما بتوافقش وفي ناس بقعد اخبي الموبايل وانا بصور علشان اصور مجرد الهدوم. انا كساره يعني ما بحبش اصور وشوش الناس اصلا علشان دي خصوصياتهم. يعني مثلا مش هتكون مثلا صاحبتي تقول انا ما بشتريش حاجه من الوكاله والوكاله دي ما بشتريش منها خالص ولا اعرف مكانها، بعد كده اصحابها يلاقوها ظهر عندي في الفيديو هي عماله بقى تقول بكام ده يا معلم وعماله تشتري بقى وكده، فاحمي ظهر الناس، كل واحد براحته. فبس كده تمام. تعالى بقى دلوقتي هوريكم انا اشتريت ايه. اشتريت اول قطعه اشتريتها هو الجاكيت ده، استنى ابصه اهو. الجاكيت ده عبارة عن جاكيت بأستيك من تحت وأستيك من الكمام وبسوستة، عجبني قوي. هو مقاسه يعني ايه مقاسي بالظبط، يعني هو المفروض يكون مقاسه واسع شوية بس هو مقاسي بالظبط، بس عجبني قوي فاشتريته. تمام. طبعا الحاجات دي انا غسلتها. ده اول قطعة معايا، دي كانت ب 35 جنيه. 35 جنيه. وبعد كده اشتريت التيشيرت ده، هو ماركة شي ان، بس انا مستغربه قوي هو مكتوب عليه مقاس سمول بس هو كبير قوي، يعني هو اعتقد ان هو الستايل بتاع اللي هو اوفر سايز جامد يعني. واهو بس طبعا انا غسلته بس لسه ما تكواش ولا اي حاجه، فلسه عايزه اكويه بقى. انا غسلته، هو قبل ما يتغسل كان مفروض وكان شكله من الناس قوي، مش عارفه لما غسلته حصل له ايه يعني، بس هكويه ماشي. بس انا قلت يعني اوريه لكم قبل ما اكويه. بعد كده بقى اشتريت الشميز ده والقميص ده. هو بص هو كبير عليا شويه بس هو مش باين ان هو كبير عشان هو طول. انا بقى بحب الحاجات الطول قوي، يعني حتى يعني اي حاجه فيها طول بشوفها بحس ان انا عايز اشتريها، لو عجبتني قوي بشتريها. فعجبني قوي بصراحه، لسه ما لبستهوش برده، غسلته وطبعا ده ما بيكويش بقى ماشي. فهو طالع المفروض من الناس اهو من غير ما اكويه.
طبعا هو مش مكتوب عليه اي ماركه ولا اي تيكت ولا اي حاجه عشان اقول لكم هو يعني يعني قيم ولا مش قيم، مش عارفه، بس هو عجبني وخلاص. كان برضو في حدود 35 جنيه. الثلاثه دول، الثلاث قطع دول، انا اشتريتهم من عند راجل واحد. يعني كنت بشرب عصير قصب، الراجل بقى ده كان الستاند بتاعه قدام عصير القصب اللي عند شارع زكي السمان، فلقيت التيشيرت بتاع شيء ان ده متعلق عجبني، دخلت بقى على الستاند. ما هو الستاند بيبان من صورته كده، من هيئته وانت ماشيه. ساعات بتلاقي الستاندات شكلها تعبان قوي، تحس تسدي نفسك على اللي انت تدوري، وفي ستاند تاني تشوفي بس قطعه تحسي ان بقى ايه القطعه دي وراها حاجات حلوه. فهي عارفه انت بيقولك الكتاب بيبان من عنوانه، هو ده فعلا مقوله صحيحه. فانا حاليا بنصحكم ان انتوا تنزلوا، يعني بالنسبه لي افضل يوم يوم الجمعه، تنزلي مثلا قبل الصلاه كده تاخدي سندوتشاتك بقى، سندوتشات فول وطعميه كده حلوين عليهم شويه جرجير ومثلا ازازه بيبسي او اي حاجه ساعه انت بتحبيها، وانزلي افطري وظبطي نفسك واتفسحي. ويوم الجمعه بيبقى حلو عشان الناس بتبقى اجازه، فالدنيا بتبقى فاضيه والمواصلات بتبقى سهله والطريق بيبقى فاضي، عشان كده انا بحب اخرج يوم الجمعه في القاهره. هقول لكم حاجه بسيطه قوي في المنصوره، بعيد عن الموضوع الوكاله ده، ان يوم الجمعه عندنا في المنصوره المحلات كلها بتبقى قافله، فانا ما بخرجش يوم الجمعه في المنصوره. يعني انا لما كنت عايشه في القاهره الدنيا كلها بتبقى يوم القاهره ده، يعني يوم الجمعه في القاهره بيبقى فسح وخروجات، يوم الجمعه هنا بقى اغلبيه المحلات بتبقى قافله، بياخدوا اجازات. ففي صحيح في اختلاف في الثقافات برضو بين المحافظات عادي. بس وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبك الفيديو، وما تنسيش الاشتراك واللايك علشان الفيديو يوصل لناس ممكن يستفادوا بيه وممكن تفرحيني بيه كمان. يعني انت لو عملت لايك وعملت اشتراك انا بفرح، بحس ان انا ايه، يا ده في ناس بجد عايزين يشوفوا الفيديوهات بتاعتي وكده، فبقوم ايه عندي بدل ما يكون عندي كسل يجيلي طاقه بقى ان انا اعمل فيديوهات تاني وبنزل واصور لكم في حاجات مختلفه. على فكره انا بنزل الوكاله ببقى مسافره، يعني هي الوكاله دي مش جنب بيتي، فشجعوني كده وشوفكم الفيديوهات الجايه، ويلا باي باي.